بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى النشرة العربية على تلفزيون الوطني بجمهورية الصومال. ومن أبرز العناوين: وزير التخطيط يجتمع مع مسؤولي تيكا، رئيس ولاية هيرشبيلة والمجتمع الدولي يبحثان قضايا الانتخابات المقبلة، وزير التخطيط يستقبل النائب الممثل الخاص للأمم العام في الصومال. وفي أخبار العالم، ما لحل المجلس العسكري بعد 5 أشهر من الانقلاب. أما الآن فأهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ومعكم عبد الغادر محمد. اجتمع وزير التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية في الحكومة الفيدرالية معالي جمال محمد حسن في مكتبه بمقر الوزارة كبار مسؤولين في وكالة تركية للتعاون والتنسيق تيكا. وناقش وزير التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية مع مسؤولين سبل التسهيل الاستثمار والتنمية في البلاد. وأوضح وزير أن مجالات الزراعة والطاقة والثروة الحيوانية يعد من أفضل مجالات الاستثمار، مؤكدا أن الحكومة الفيدرالية مستعدة لتشجيع وتسهيل الاستثمار الأجنبي في البلاد. وأشاد مسؤولون من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا بالحكومة الفيدرالية التي تبذل جهودا بالاستثمار الأجنبي، وإنهم مستعدون بالاستثمار في المجالات الرئيسية التي ذكرتها الوزير. بحث الرئيس ولاية هيرشبيلة السيد علي قودلاو حسين والمجتمع الدولي عبر فيديو كونفرنس حول قضايا الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة في البلاد. وأكدت الحكومة الفيدرالية في وقت سابق بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد. استقبل وزير التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية في الحكومة الفيدرالية معالي جمال محمد حسن في مقره بمكتب الوزارة اليوم الأربعاء وفد من الأمم المتحدة بقيادة النائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال السيد آدم عبد مولى. وسلط الاجتماع الضوء على استراتيجية الأمم المتحدة في خطة التنمية والهيكل التشغيلي لمكتب الأمم المتحدة في الصومال. وتم الاتفاق خلال الاجتماع تشغيل مركز الاستجابة للإلزامات وتعزيز نظام الخدمات في البلاد. أفادت صحيفة لوفيغارو الفرنسية بأنه تم حل المجلس العسكري الذي أنشاه العسكريون الذين قادوا انقلابا على حكم الرئيس جمهورية مالي السابق إبراهيم أبوكر كيتا في 18 أغسطس الماضي. وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الانتقالي باها نداوة والرئيس الوزراء مختار أواني وقعا مرسوما خاصا بالتاريخ 18 يناير الحالي يقضي بحل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب. وكانت مجموعة من الجرنالات قد أضاحت بالرئيس كيتا في 18 أغسطس الماضي بعد شهور من الاحتجاج في البلاد وسط اضطرابات أمنية وسياسية مدة سنوات. وأعلنت عن تشكيل هذه اللجنة لقيادة البلاد. وتحت الضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إنشاءت اللجنة الوطنية للإنقاذ هيئات انتقالية للرئاسة والرئاسة الحكومية والهيئة التشريعية، وتعهدت بإعادة السلطة إلى قادة مدنيين بواسطة انتخابات في غضون 18 شهرا. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار، وكان معكم في الهواء عبد الغادر محمد سمر. أترككم في أمان الله حتى نلتقي مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.